سلام من القلب إلى جميع المشاهدين، عدد جديد وحكايات جديدة نعرضها عليكم، والبداية سوف تكون بقصة أسامة المراهق الذي ترغمه عمته على العمل كمنظف للمراحيض العمومية لكي يبيت عندها. أما الحكاية الثانية التي سوف نعرضها عليكم هي للشابة لميا التي تخلت عن كل أحلام البنات لكي تصبح أما عذراء. ضيفنا لسهرة اليوم وجه تلفزيوني وفنانة نسعد كثيرا باستضافتها هي ليندا ياسمين، أو طاطا ليندا لمن يتذكر الطفولة السعيدة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، كما أعلنا في بداية الحلقة فإننا نسعد كثيرا باستضافة ليندا ياسمين. مرحبا بك ليندا. الله يسلمك. مشاركة لباس. الحمد لله، ونشكرك على الدعوة. الله يسلمك. ونشكر كذلك الشروق. الله يسلمك. مدام ليندا، احنا كنقدموك للمشاهدين، أي وش هو التقديم اللي قريب لك؟ نقدموك على أساس فنانة ممثلة ولا على أساس طاطا ليندا تاع الطفولة السعيدة؟ هما الاثنين ما يختلفوش، يعني طاطا ليندا ولا ليندا ياسمين الاثنين نفس الشيء. يعني نقدر نقول ليندا ياسمين الواحد 50 سنة للفوق، لا لا ماشي 50 سنة، ونقولوا طاطا ليندا للبراعم الصغار اللي ولاوا رجال ونساء. يعني أنا على بالك كنت نحتار أحيانا، نشوف بعض الصحفيين زملاء يسقسيوك يقولوا لك علاش مازالكي قعدتي شابة، علاش مازالكي توجور شابة. يعني فعلا يعني وجهك يدل على أنك فتاة ربما في العشرينات من العمر، هل هذا سر ولا خلقة ولا هذه كما يقول لك من عند ربي سبحانه، هذه الأفعال نتاع الإنسان تبان في وجهه. صحيح، هذه هي يقول لك سيماهم على وجوههم. الحمد لله. الحمد لله. احنا دائما كنتفكروك، وانا واحد منهم، نتفكروا طاطا ليندا تاع النيه، تاع البراءه، تاع الطيفه، تاع الطيبه عفوا، تاع قصص الاطفال. هل هذيك ليندا اللي كنا نشوفوها في اهلا احبائي وظهيره الاثنين قعدت هي ولا مع الوقت رجعتي شويه قاسيه، يعني قساك الزمن؟ هي ناس زمان وحتى اليومين هذا العجايز والشيوخه كيحبوا يمتحنوا شاب ولا شابه، يشوفوا الطفل الصغير، يبعثوا الطفل الصغير، يشوفوا ذاك الطفل الصغير إلى حن لهذاك الشخص، عارف باللي قلبه بيض ولا ما حنش لهذاك الشخص. يعني فيها هو كلش على حساب القلوب. والحمد لله طاطا ليندا يعني في الـ في الـ في حياتها اليوميه وكيما كنتوا تشوفوها عبر الشاشه هي نفس الشخص. ولكن هو صح، يعني الله يبارك، مسيرتك الفنيه طويله، ولكن خلال مسيرتك كأي فنانة يعني تعرضت إلى أمور بزاف صعب كانوا ممكن ينحيوا منك النية، ينحيوا منك الطيبة، يعني قصي وقلبك. وهذه هي الحياة. أنا إنسانة مؤمنة جدا، يقول لك وقل ما يصيبك إلا ما كتبه الله لك وبعد العسر يسري. إذا كان أنت مشيت وتبعت هذا الكلام يعني يسرى لك، وش يسرى لك في حياتك مدام إيمانك قوي عند ربي سبحانه؟ إذا وقل ما يصيبك إلا ما كتبه الله لك، أنت كمل طريقك وطلب ربي يعونك ويوقف معك، وهذه هي الحياة. لازم نمشوا والعراقيل والمشاكل، ومن بعد الباب تفتح، من بعد الحمد لله حاجة دائما مثلا حزينة تجي من بعد موراها حاجة اللي تفرحك تنسيك، وهذا هو الإنسان. الحمد لله. سيدة ليندا، الأكيد أنه العديد من العائلات رام يشوفوا درك هذه الحلقة بحضورك اللي شرفتينا اليوم. الأطفال اللي كنت تتلاقي بهم يا زمان والأطفال تاع درك، هل هم على نفس الشكل ولا تغيرت الطفولة من بكري لليوم؟ نقول الأطفال نتاع الثمانينات والتسعينات يعني وكاين والأطفال تاع التكنولوجيا يعني الآن، لا الطفل يبقى طفل، الطفل يبقى طفل ببراءته بطفولته، الطفل يبقى متعطش للإنسان اللي يشجعه اللي يحن عليه اللي يوجهه. أنا بالنسبة لي يعني مش التكنولوجيا هي اللي راح تغير الطفل كما نعرفه احنا كأمهات، وقول نحصد واش زرعت. صح، دونك الطفل هذا انت واش ربيت، وش الشيء اللي يأسفني أنا يا الطفل هذا لازم توجهه ولازم تخليه يعيش طفولة نتاعو. باش تخليه يعيش طفولة نتاعو؟ بالبرامج الخاصة به، بالتشجيع،
مثلا بالامور اللي عندها علاقه باهتماماته يعني ما عندهمش كما يقول لك دي زاكتيفيتي بعد المسيد ولا مثلا يروحوا لابيسين ولا يروحوا معهد ولا ما كانش يعني زمان كانوا موجودين كانوا كاينين قاعة الرياضه كانوا معهد الموسيقى والتمثيل كانوا بزاف انشطه اللي يخلوا الطفل هذاك يتمتع بالطفوله نتاعو ولا يتمتع حتى بسن المراهقه ديالو على الاقل يحس بالطفوله ديالو. سيده ليندا احنا راح نفصلوا خلال الحلقه لهذا وين بديناها راح نفصلوا على برامج الاطفال وكل ما له علاقه بالطفل، ولكننا الان ندعوك الى مشاهده فيديو من قسم الاخبار للصحفيه جميله شاعر. هذا الفيديو يعرض قصه واحد الطفل واسمه رمزي، طفل صغير. احنا نسناو انه رمزي ربما يكون عنده نهايه يعني يعيش حياه عاديه، ولكن شوفي معنا وشوفي مع المشاهدين واش صرا للطفل رمزي. مال عزيزة رمزي وسموكم واللي باقي على ربي، وكي توجدي روحك يا بنتي ولما تجوزي الباك ان شاء الله ربي يوفقك، وحتى ولو ما نجحتيش في الباك ماهيش انت نهاية العالم. هذا جامي نبدلو يقعد فيه سويرتي هكا يروح يشريني حنين قلبه بيض، قلبه حنين بيض اختي، حنين حنين بزاف، مات لي هكا شتو مات توفى يا ربي وش درت يا ربي كيفاش راح يرجعولي. قبل ما سقسيك على رمزي سقسيك على يماه، وانت راكي ام شتي يماه كاش كانت تهضر؟ واعر قول لك باش تحس بالجمره غير اللي كواتو. يعني يماه كانت تبكي هذاك واش عندها؟ قاعده تقول لك انا من راح نجيب واحد طفل واحد اخر، يعني يماه ربما بشكل من الاشكال يتسمع تشوف في هذا الحصه ربما انت تعزيها، كيفاش تعزيها يماه رمزي؟ انا نقول لها يا ربي يعطيها صبر ربي يرحمه، ودك راهو في دار الحق وراهو من اهل الجنه يا اختي العزيزه. ربي هو اللي يمد، هو ربي هو اللي يدي. انا بنتي صارت لها مشكل هكذا وين تجاهلت كانت مريضه وجريت في السبيطارات كانت صغيره، وحبا في بنتي بديت نجري بها ونسيت، يعني يا ربي اسمح لي في هذاك الوقت الحب تاعي خلاني نسيت. ومن بعد قبل ما ندخل لداري ديتها باش يديروا لها راديو، سيتي بريفي كي يديروا لها راديو غدوه من داك نعاود نديها ويديروا لها اوبيراسيون، والاوبيراسيون هذيك ماشي ناجحه. سمعي مليح يا اختي، كي قرب نلحق للدار خبطت وجهي هكذا وقلت له يا ربي اسمح لي، يا ربي نسيتك انت، قاعده نجري حبا في بنتي نسيتك، قاعده نجري ونجري ونسيت باللي انت يا اللي مديتهم اللي تمنيتهم تواب، وربي كما نقول لك لبى الامنيه نتاعي مدهم لي. قلت له يا رب انت مديتهم لي، افعل ما شئت يا الله، اذا حبيت تديهم اديهم واذا حبيت تخليهم خليهم. غدوه من داك ديت بنتي كي عاودوا لها الراديو مالف الطبيب يدخلني هكذا نشوف، قال لي ما تدخليش. قلت خلاص. على بالك كي خرجت واش قال لي الطبيب؟ قال لي مدام، يهضر فرونسي، قال لي فوزافي في بخيير. قلت له علاش الطبيب؟ قال لي بنتك كان دو غراد 3، قال لي ولا دو غراد 1، بنتك ما ديرش اوبيراسيون مدام بالدواء تبرى. ربي سبحانه دونك هذه امانه ربي يا اختي العزيزه، ربي مدو وربي داه وربي يعطيك الصبر يا اختي. يعني مدام ليندا، يعني احنا بدينا الحلقه بهذا الفيديو اللي صادم وصدم العديد من العائلات الجزائريه، يعني سمحي لنا بكيناك مع بدايه الحلقه، ودوك نحاولوا
نديو الحوار الى الامور ربما اللي تخليك تبتسمي. قبل تصوير الحلقه قلتي لي بلي مازال كتتلاقاي مع بعض المواطنين اللي كيشوفوك ينفعلوا معك انفعال صبياني حتى دي فوا يكونوا كبار. إيه. هذا الشيء كيفاش تحسي له انت؟ سافو في كوا؟ على بالك كل واحد نشوفه مثلا رحت للمستشفى ولا يعني اطارات وولادي هاد الاطفال هذوما كي كانوا صغار جابوا عم تاتا ليندا وكبروا وتخرجوا ولاو مسؤولين ولاو يعني الافتخار تاعي شغل الام. انا ما عنديش غير توام اطفال الجزائر كلهم ولادي. كل ما نشوفهم نفتخر نقول ولادي كبروا بناتي كبروا ولاو رجال ولاو نساء ولاو الحمد لله افتخار. ربي يحفظ لك ان شاء الله بناتك اللي هذا العام يجوزوا الباك ان شاء الله. كيفاش راكي عايشه لو ستريس يعني كيفاش راكي توعيهم على الباك؟ هو انا راني شغل ندير لهم بريباراسيون بسيكولوجيك يعني كاين بزاف الناس الباك 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 شغل يتخلعوا. انا نوجه نداء للاولياء والتلاميذ لو باك سي ان اكزامان كيما كامل لي زيكزامان. دوك كاينه حاجه مهمه جدا انه التلاميذ لازم يركزوا لازم يراجعوا لازم يوجدوا نفسهم يوجدوا روحهم. نهار الباك على بالك راك حافظ وراك روح جوز الامتحان تاعك وان شاء الله ربي يوفقك. والاولياء لازم كيما انايا نهضر مع بناتي نقول لهم شوفوا ديروا اللي عليكم واللي باقي على ربي وكي توجدي روحك يا بنتي ولما تجوزي الباك ان شاء الله ربي يوفقك. وحتى ولو ما نجحتيش في الباك ماهيش انت نهايه العالم ماهيش نهايه العالم. كاين بزاف تلاميذ اللي كانوا يجيبوا 17 و18 وما جابوش الباك وكاين بزاف تلاميذ كانوا يجيبوا 7 و8 و9 وجابوا الباك. وشنو باش هو التلميذ هذايا والاولياء نتاعهم ما يكونش عندهم تانيب ضمير يقول لك يا لو كان لو كان لو كان. لازم نديروا كلش واللي باقي على ربي على ربي ان شاء الله اللهم بارك سينو يعاودوه وان شاء الله يجيبوه. ان شاء الله ان شاء الله برك العائلات اللي راهم عايشين ولادهم في ضغط تاع الباك يعتبروا من كلامك على الاقل باش يعرفوا يتسايروا مع الحاله النفسيه للمقبلين على شهاده البكالوريا. مهم جدا مهم جدا في هذه النقطه. الحكايه الاولى اللي راح نعرضوها عليك خلال هذه الحلقه هي حكايه طفل اسمه اسامه. اسامه ما نجحش في قرايته وكي ما نجحش في قرايته اضطر الى العيش عند عمته. عمته هذه كي كانت تربيه للاسف انها كانت ترغمه على انه يخدم معها عون تنظيف يعني هو في عمره 9 سنين كانت تبلجيه يروح يسيق معها المراحيض والحمامات العموميه يعني مهنه النظافه ماهيش عيب. ولكن دوك نشوفوا التاثير وانعكاسات هذه المهنه على اسامه كيفاش كانت. وادعوك وادعو المشاهدين الى متابعه الحكايه الاولى لاسامه. الحكاية التي نستمع إليها اليوم هي لمراهق سيحكي حكايته، ولكن قبل ذلك فلنستمع كيف اضطر إلى استلاف 200 دينار ليصل إلى مكان اللقاء. وضعتني بنت عمتي باش جيت من بعد كاش تبقى الدين مش تبقى لي مش تبقى حاجة تسالني. ما حكيت لهذه أختها حكيت لها قلت لها شوفي راني رايح عند ذاك الطفل احكي حكايتك وقعيت هنا. قلت لي خلاص روح قلت لي بصح من بعد شغل دايما شغل يدوا الموضوع شغل كي تبان في التلفزيون شغل كي تبان يقول لك الناس يشوفوك الناس صحاب بابك يقول لك الناس يعرفوك شغل كي تبان شغل تبان لهم حاجه عيب شغل انا من الحقيقه ما نخمم حتى على واحد نخمم على وليت نخمم على المستقبل تاعي شغل نخمم على روحي شغل قاعد عايشين حياتهم كاع شغل نغزر غير بعيني شغل نشوف الناس كاع عايشين حياتهم الناس يلبسوا شغل يقراو ما من نص الصباح نص الصباح نلقى الناس رايحين اللي يكول شغل تجيني حاجة هكا شغل تخيف نقول صح كون قريت ما يكون قريت ما يصراليش هكا تخمم شغل تخمم شي صوالح بزاف. المراهق الذي أمامنا والذي لم يكتمل نموه البيولوجي بعد يخبرنا بحرقة عن معاناته مع عمته التي ترغمه على العمل كمنظف في المحلات والمراكز التجارية متحملاً النظرات القاسية. عايش مع عمتي ونعاون عمتي شغل نعاون عمتي ملي كنت صغير عمتي كانت مريضة وكاع مريضة عندها كونسير دو سان مريضة شغل ما كاش اللي يقوم بها وقعدنا غير أنا اللي معاها في الدار وعندي وليد عمتي صغير صح
صافي ما كانش قاعد غير انا معها وغير صافي نروح نعاونها عندها تخدم في سونت كوميسيال في قليعه نروح نعاونها نخدم معاها نخدم معاها نسيق معاها وكل حشيه مني ذاك تروح الصباح على الربعه مني ذاك حشيه على الخمسه صافي ما كانش نروح نعاونها انا برك ونجي تسيق معاها صافي باش يبيعوا الحوايج لداخل شغل مونوبري شغل كبير يبيعوا فيه الحوايج لداخل وانا نعاون سيق معايا تحكم الطاجور انا نحكم الطاجور لتحتاني شغل كاين الماء وكاع يتينا نقيس الماء وكاع وهي تحكم الطاجور الفوق يعني شغل تحت ليه ليه شغل معاونه شويه حشمه شغل كل واحد كيفاش كيما تكون طفله تفوت عليك الطفله شغل تبقى هكا تغزر فيك وتهضر مع صحاباتها تضحك ولا كل واحد وكيفاش خطره كيفاش خطره رد لهم لا ريبونس كل خطره كيفاش خطره رد لهم لا ريبونس وخطره شغل نقول شغل نحشم شغل واي واحد شغل ما نكذبش عليك نقرف شغل هكا نورمال نخدم نقرفط هكا نورمال ونخدم شغل توالف تقعد ملي كنت صغير وانا نخدم مع عمتي شغل صح يقولوا لي باللي هذه الخدمه عندي عمتي تقول يقولوا لي باللي الخدمه هذه تاع نساء وشغل تاع نقول لا غالب شغل ما كانش شغل عايش عند عمتي شغل مية وحدها ماكش اللي يعاونها صافي غير انا اللي معاها صافي نخدم معاها و لا لا شغل تيفوتو شغل يغزر يقول لك راجل شغل تشوف فيها كي يغزر طفل ولا كنت صغير شويه يغزر فيه يقول له ماشي خش شد رونجي وحدي نشد لي رونجي وحدي نكملهم ونروح رونجي الدوزيام نكملهم ونروح تروازيام صافي كي نكمل شغل نقيس الماء شغل انا ليه ليه شغل بالخبش غير نكمل نقيس الماء نسيق بالفرو نقيس الماء ونسيق بالفروطوار بعدي كتك نعاود نشف شغل جايتني شغل صح نحشم شغل نحب نقول هكا شغل تيبغي تفكش واحد معمالي هكا نقول شغل لو كان غير راني هكا زعما كاع عايش كيما يقولوا عايش في دارنا هكا شغل صايبها واجده دارني يخدموا عليا انا غير شغل صح تغير داك شويه عمرك بصح لا غالب واش دير شغل نشوف هكا ناس شغل هكا لابسين شغل نحب نلبس كيما هما شغل نحب نلبس كيما هما شغل اي واحد شغل نغزر فيها هكا شغل نقول ولا كش ما واحد ماشي شرط لازم واحد يكون عنده يكون زعما مليار درهم مطون عنده طوموبيل ولا شغل تقيسي وقيس روحي شغل نحب نلبس هكا اي حاجه شغل نحب نشوف هكا شغل نتشاه فيها شغل نحب المعاملة القاسية التي يتلقاها تتضاعف عندما يبلغ عمته أنه يريد أن يحظى بحياة عادية ولكن هيهات من غضب العمة تقول لي ممكن ما نروحش نخدم معاه شغل تقيس لي حوايجي وتقول لي شغل تهبط لداركم ما تريحش عندي نوكلك ونشربك انا باطل ما تريحش عندي شغل هذه عمتي شغل مانيش نفتي عليها ولا شغل راني هي صح عمتي نحبها وتحبني وتشري لي بصح شغل شويه هي صح تغيظني ماكش لي معاها مربيه عندها بنات عندي بنات عمتي مربيتهم شغل كاع راحوا خلاوها شغل ماكاش لي معاها شغل عندي عمتي واحده اخرى ثانيك مريضه شغل ماكش لي معاه شغل قاعد تزوجو وراح وصافي ماكش غير انا قاعد معاه هي صح نضرب ندوسو تقيس لي حوايجي تقول لي هبط لداركم ما تريحش شغل انا تقيس لي حوايجي تغيظني عمري ايه شغل نهبط لي حوايجي من الخزانه هكاك شغل ما نكذبش عليك صح نرد لها شويه مني ذاك نرد لها شويه الكلام صح هي صح من حقها شويه شغل ما نكذبش عليك شغل نرفد نغسل لها نغسل ماني شغل نهضر هكا نغسل لها نطيب لها شو تقيم بالدار كلش قيم بالدار كيفاش نقولها هاك كلش داير لها شغل كلش انا يا شغل شو تعب غيرني تقول نقول عمتي حار معليش عمتي هاك كاع واش كاع صرا ما بين عمتي ومامي ما تحبليش الشر شغل باك غادي يغيض عمره شويه برك شغل هذاك السوجي شو تغيضني عمري يعني. السنوات التي قضاها أسامة كمنظف حولته إلى طفل خجول غير قادر على ربط علاقات صداقة مع أقرانه وهو ما يزيد من شعوره بالوحدة مش لي فهمني عندي أختي وحدة تفهمني أختي وحدة من زوجة تفهمني مو أصدقاء شغل من حبش نخلط بزاف شغل هكا جويرين سلام شغل ماشي مخلطهم بزاف شغل ماشي مداصر الناس بزاف ماشي صحاب باب نكسر معاهم السلام المهم سلام حدي واحد روحي شغل ماشي خاطيني مشي تاع مشاكل الحمد لله. الملفت في قصة محدثنا أنه حاول التقرب من أفراد عائلته لكي يحصل على مساعدة ولكن
لم يلقى الاهتمام بل استصغار مشاكله والاستهزاء به. ماكش لي فهمك، اي واحد شغل تحكي له يقول لك معليش غد هكا يمد لك راسه، دبر على روحك وراح خدم على روحك. لو كان يعودوا ثاني كيعودوا لي السوجي بزاف وتقولوا لي كون قريت ما يصرالكش هكا، معليش ما كتبت ليش القرايه لا غالب شغل ماشي تقولوا لي كون ما كون قريت ما يصرالكش هكا، لو كان قريت ما يصرالكش هكا معليش. الوحدة والرغبة في التواصل مع الآخرين قادت أسامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي أين تعرف على أشخاص حاولوا استغلاله. يقول لك كاينه خدمة ونطمعك وشتي يقول لك صالح بزاف شتي يديك لهلك، يقول لك كاينه الخدمة ومنا ونعاونك ماكش مشكل، بعد يبدا يدخل لك في لي في صوالح شغل عيانين شغل يمد لك شغل شغل يعني لك شغل يعطي لك شغل يبدا ما تمشي عليك. انا واحد شغل نهضر معاه نقدر نهضر معاه صح صافي صافي غير يبدا يخسر شغل يبدا يقول كلام ماشي مليح ولا هكا شغل ماشي يبدا يضر ثاني شغل هكا غير المعنى برك غير هكا برك شغل ما تمشي عليك شغل نسين بعد عليه. انا ولات حومتي شغل اللي نعرفهم دوك ماشي قاعدين نقول لك قاعدين شغل ماشي ملاح باينين ما نكذبش عليك سلام نقول انا مش شغل نفوت عليهم. ما عمتي تعرفني بالمام دارنا يعرفوني باللي خاطيني هذا خاطيني شغل ما نداصرش الناس بزاف شغل هي قد ما تداصرش قم لي حالك شغل تداصر يجيب لك المشاكل. سامة هذا المراهق الذي يتحدث ببراءة طفل صغير يبحث عن الاهتمام بعيداً عن الاحتقار والازدراء الذي يؤثر على تكوين شخصيته ويبدو ذلك جلياً من خوفه من المستقبل. أنا خايف من المستقبل ما نكذبش عليك شغل الدومين هذا اللي رانا فيه واعر مانيش حاب نخرج على شغل هكا كيما راني الحمد لله مانيش حاب نخرج هكا على نولي شغل هكا كيما نشوفوا فيهم نشوف لاتي اللي نشوفهم قدامنا جوارينا نشوفهم بزاف صوت لي غير اللي دخل الحبس واللي واحد يسيد بعد صوت كي تشوف هكا كش حاجه تقول الله عليا ابليس نالك يا ابليس نسيك كيفاش نبعد الماكسيموم بعد على المشاكل صوت مانيش حاب نمشي مانيش حاب شغل نروح في طريق العوجه هكا كيما راني ونسيك كيفاش نحسن شغل المستوى تاعي شغل نعيش حياتي كما عايشينها كاع الناس ماشي كاع الناس عايشين هي حياه نورمال صوت نسي المهم نسي الماكسيمو تاعي نسي الماكسيمو نعيش حياتي كما هي كما الناس قاعدين. هذا هو أسامة. أسامة طفل صغير بعقل كبير. كان أسامة كان أكبر همه أنه يبان في التلفزيون ولكن قالنا أنا خلاص تلمو فقد الأمل قال لك أنا ناخذ هذا القرار وندوس في التلفزيون وخلي الناس يعرفوا القصة تاعي وحاول باش يلقى مساعدة بشكل من الأشكال. وش رأيك في عمته؟ درك بصراحة يعني والعائلات الجزائرية الأكيد أنه تخفي العديد من الأسرار الرهيبة أحياناً. إحنا لما سمعنا أسامة يتكلم مرة يتكلم على شوية قساوة العمة ومرة يتكلم على الجانب الإنساني نتاع العمة وخاصة الجانب الإنساني ديال أسامة. يعني أسامة تغيدوا عمته وقال لك باللي مريضه وما كاش لي وقف معاها وانا وقفت معاها. فيما يخص باسكو انا جاب لي ربي هو عنده عقده من لاحظت انه عنده عقدة. اسامه بصح انا نقول لك يا اسامه ماهوش عيب والله ما هو عيب يا اسامه ما راكش الوحيد اللي كما قلت انت يا كي نمسح ولا نكنس الناس يشوفوني نحشم كاين رجال راهم يقوموا بنفس العمل
وخدم رجال سيدهم اسامه، يعني ما كانش عيب في الخدمه. اكيد المهنه ما فيهاش عيب. على بالك كي تخدم ولو تجيب هذاك الدور وهذاك، وعلى بالك باللي عرقت عليه عنده قيمه كبيره وقادر كما قال لك هو الحاجه سهله باينين، يسرق وكذا ويحجبها، بصح ما يحسش بها كما صح. احنا نقولوا بلي اسامه ما قراش، وعمته تقول له كان قريت ما توصلش لهذا الشيء. هذايا كاين الجانب البسيكولوجي وسي. دوك حنايا ما على بالناش حنايا الا كان اسامه كاين ظروف اللي خلاته ما يقراش، والا كاين ظروف خلاته ما يقراش هو كما قال مسكين ضحيه ما نلوموش. اللوم لما يكون تتوفر كل الظروف كل الامكانيات والطفل هذاك ما يحبش يقرا. حنا دائما نهيو اطفالنا نقول لهم المستقبل ما هو لا باباك ولا يماك، المستقبل هي قرايتك وهي الشهاده نتاعك، هي اللي تخليك تتقدم للامام، هي اللي تضمن لك المستقبل. هي تضمن لك المستقبل. دوكا بالنسبه لاسامه صح ما قريتش، ولكن يا اسامه ماهيش نهايه العالم. نهضروا حنايا راني من مجموعه الستينات، يعني كبيره بزاف، ولكن يا اسامه زمان انا نعرف بزاف كانوا شباب كانوا ما يقراوش، كان يبيعوا يلقاو طريقه يخدم، يبيع الساشيات كاوكاو، يبيع الساشيات يبيع الكاوكاو يبيع، ولاو دي ستار، ولاو. او كاين واحد المغني ما نذكرش اسمه قالها يا اسامه، قال باللي انا كنت نبيع السيرون في القراع ومن بعد ولا ستار. يعني انا نقول لك اسامه لازم يكون عندك امل في الحياه، وراك صغير راك جاي للدنيا، ربما القساوة العمة هذيك صح قاسية، ولكن خلات يعني ما خلاتوش يقعد هكذاك داتو دوقات واش معناتها شوية التمرميدة. أنا في هذه النقطة أنا واش لفتني أنه قبل التصوير قلتي لي أنه أحيانا بعض الناس يقوموا بالتصرفات احنا نشوفوها غير منطقية، ولكن لو كان نسمعوا لهم نلقاو مبررات ويقنعونا. هل انت ربما بشكل من الاشكال ممكن تقتنعي باسباب اللي تقدمها عمته اللي اجبرته على العمل كمنظف؟ لا دركا هي ربما هاد العمه تقول لك انا اسامه جابوه لي انا باش انا مانيش قادره نعيش روحي مادام هو ما قراش يجي يعاوني في الخدمه. ممكن وبون والجانب الانساني اسامه قال لك مسكينه مريضه وكدايا نعاونها، ومقتنع او فون دو لوي بلي راهي في كلكو شوز دو بيان، يعني راهو يدير حاجه مليحه وك درت حاجه مليحه يا اسامه. فقط انا نقول لك يعني كاين حاجه مهمه اوسي، باين بلي شاب الى بروبليم سيكولوجيك. يعني وراه هنايا يعني وراه الجانب السيكولوجي استدير. انا هو اسامه على شاكله العديد من الاطفال في المجتمع درك اللي راهم هما يخدموا من هما صغار وهما يخدموا، يعني يخدموا. عماله الاطفال يعني عائلات او بالغين يخدموا اطفال ويعاودوا ياخذوا الدراهم تاعهم. ايه هادي نو كما قال لك انا راني نخدم الاخر، المفروض تعطي له شويه تحملوا المسؤوليه، تعطي له شويه حق ما خدم. لما لو كان عطات له حق ما خدم هكذايا والاخر يحس باللي راهو يعاون فيها. هنا شغل اسامه وحس روحه نو سيلمون ظلم باسكو الاهل نتاعو داوا عند عمته هي رباته، دونك قال لك حتى الاهل تاعي شغل صعب. مام هو نفسيا يقول لك علاش لماذا علاش ما قعدتش معاهم، علاش عمتي ولماذا عمتي راهي قاسيه معايا. يعني اسامه نفسيا سي بوز دي كيسيون. على هذين انا ننصحو يعني لو كان سي با نيا وين لازم يشوف كاين دي بسيكولوج في الـ في الـ في العيادات الطبيه. العيادات الطبيه يعني ما سا سري بيان لو كان اسامه ويقول لك راه منطوي على روحه ويقول لك انا ما نخالطش وانا نخاف من المستقبل. يعني انا شفته قاعد مسكين ويشوف الشباب يلعبوا دومينو قدامه والاخر هو مسكين من بعيد. لا اسامه ما كما قلت لك انا وليدي خدام رجال سيدهم، فقط راني نقول لك ما قريتش معليش، ولكن تعلم صنعه، يحاول تعلم صنعه، هذيك الصنعه تفيدك في المستقبل. يا ريت العمه نتاعو اللي راهي تسمع فيا راهو ما شاء الله كي سمعتيه اسامه تكلم معانا وما تهمكش يعني، وتكلم معانا بقلبه، قال لك حتى هي ما عندها حتى واحد مريضه وولادها صغار لازم نعاونها. يعني لو كان تفهميه باللي راهو يعاون فيك ما تحتميش عليه حاجه، وتساعديه انه تعلميه تبعتيه يتعلم صنعه. واسامه راك صغير يا وليدي، تفاءل خير تجد خير يا اسامه، راك صغير. يا حسره يا اسامه كانوا كما قلت لك شباب وما كان والو وخدموا واكتسبوا خبره ولاو رجال اعمال.
والله العظيم يعني في قصة أسامة يعني أمر مؤكد أنه باباه راح يشوف التقرير خلال الحلقة لأول مرة، ربما يسمع أسامة، ربما باباه راح يزعف كي يشوف أسامة جاز معنا في الحصة، ولكن إحنا من برنامج أحكي حكايتك نتوجهه إلى الأب ونقول له ما تتسرعش وما تغضبش، سهل أنك تحكم وليدك تضربه، ولكن لو كانت تسمع انشغالات وليدك راح يكون أمر إيجابي وإن شاء الله يخدمه في المستقبل القريب. لو كانت تتوجهي بكلام إلى والد أسامة لأنه والده ممكن يسلكوا، ممكن يخرجوا من هذه الوضعيه. هي المشكله اللي عندنا حنايا في لا سوسيتي الجيريان، يا مانك دو كومونيكاسيون، ما كانش كومونيكاسيون، ما كانش يعني هاوليك وليد يعني بابا اسامه نتوجه ليه، راه وليدك ما شاء الله راه راجل، يعني يا ريت تديه تكلم معاه، تخرج انت وياه، تحوس تفهموا وتفهموا علاش اسامه راح للعمه، ربما راح يقنعوا، ربما يقول له العمه ما عندهاش ولاد، لو قلنا معليش انت يا الراجل نتاع الدار، ربما العمه هذه اعتمدت عليك وداتك تعاونها وكذا، حس رجولي يزيد يقويه فيه. ما لازمش تلومه، لانك واش راح لما يلومه واش راح يدير له، راح يزيد ومفروض لا هنايا وسماء او وجه نداء، ماذا به يتكلموا معاه، عمته تكلم معاه تفهمه، راه راجل، الوالد نتاعو الوالده نتاعو يسيو يكون عندهم سوتيام سيكولوجيك كونترير. انا ما شاء الله يعني عجبك؟ عجبني لانه ما شاء الله انسان يشوف يعني قال لك داتني ونمسح وكذا وكذا، ومن بعد يقول لك عمتي مسكينه مريضه لازم نوقف معاها يعني. الله يبارك يا اسامه، والله يا اسامه ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. طاطا ليندا، سمحيني نعيط لك طاطا ليندا، سهرتنا معك يعني متواصله، سوف نتوقف مع فاصل اشهاري قصير لعرض ارقام الهواتف لكل من يريد المرور بالبرنامج من اجل سرد حكايته، وتذكروا ان كل جزائري وكل بيت في حكايه لازم تحكيوها لنا. تعيش تجربة طبعت حياتك وغيرتها كلية، تجربة مرت عليك بأحزانها وأفراحها، تجاوزتها بمفردك أو ساعدك أشخاص تعرفت عليهم، تهدف إلى نشرها لكي يسمعها كل العالم. برنامج أحكي حكايتك على قناة الشروق يمنحك الفرصة، أحكي حكايتك بكل ثقة ليعتبر منها المشاهدون. يمكنكم مراسلة البرنامج على البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الاتصال بالأرقام التالية. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، سهرتنا لهذا العدد من برنامج أحكي حكايتك متواصلة، ولمن التحق بنا الآن كنا قد عرضنا في بداية الحلقة قصة أسامة الذي تحول إلى منظف بسبب الوضعية الاجتماعية يعيشها رفقة عمته، وكنا تابعنا الانفعالات المؤثرة لطاطا ليندا. يعني طاطا ليندا احنا نجدو لك الأسف تاعنا للمرة الثانية، يعني دموعك غاليين، يعني احنا ما كناش حابين نبكيوك خلال الحلقة. سيدة ليندا، أنت قلتي في أحد الحوارات الصحفية أنه أحب الأدوار وأقرب الأدوار اللي تأديها في مسيرتك الفنية هي الأدوار الاجتماعية اللي تكون أحياناً عن امرأة عندها تحدي، يعني لماذا تصرين على يعني أداء الأدوار التي تبين جانب امرأة عندها قوة وشخصية كبيرة؟ هل عشتيها أنت؟ أكيد كل امرأة تعيشها، يعني أنا الوالدة نتاعي تحدات وكبرتنا ورجعتنا رجال ونساء وناضلت، إذا في كل امرأة جزائرية تلقى المرأة أو الأخت أو الجدة أو الأم، يعني كلهم يضحيوا. إذا دايما أنا لما يقترحوا عليا مثلا أدوار أول شيء نديرو نقول لهم أعطوني النص. لما نقرا ال ما تحسيش على الكاشي؟ ابدا ما نقدرش، كي نقرا المضمون ونقرا البيرسوناج نتاعي خلاص، مادام قريت وتعمقت فيه ما نطرحش حتى سؤال. بعيدا عن الماديات، بعيدا يعني، ودائما علاش؟ باسكو الجمهور الشعب يسي دونتيفي، على بالك لما يشوفك تقوم بهذوك الادوار الاجتماعيه، الادوار اللي دي رول دو كومبوزيسيون والاخر،
يلقى روحه فيك. صحيح. مثلا انا مسلسل القلاده، كل مرأة، كل ما المرأة النساء برا نتلاقى بهم، واحدة تقول لي هذه حكايتي، واحدة تقول لي هكذايا عشت، واحدة يعني باش تشوف باللي دونك داي انا نحب دائما نقوم بأدوار اللي تكون أدوار قوية، وين توري المرأة الأم، المرأة المناضلة، المرأة اللي القوية اللي تحمي العائلة نتاعها. يعني امرأة جزائرية، امرأة بمعنى الكلمة يعني. وحقيقة المرأة الجزائرية مرأة قوية جدا بمعنى الكلمة. أنا كان وتضحي سؤال كثيرا، كان سؤال في بالي، أنت تذكرين بمرحلة الطفولة السعيدة، هل أنت عشت طفولة سعيدة؟ يعني هل كنت طفلة سعيدة والآن كامرأة سعيدة؟ أكيد الحمد لله. يعني عشنا طفولة سعيدة وتربينا. انه علاش نرجع نقول لك هذيك الكلمه، دائما نحصد واش زرعت. لما تربي ولادك على الحنانه وتربيهم على القناعه وتوري لولادك لما كما يقول لك السراء والضراء، ماشي توري لولادك غير الحاجه المليحه، غير الشبعه، غير الشبعه، لا لازم توري لولادك يعني واش راك دير، يعني كيفاش راك تعيا وتتعب باش هما يعيشوا سعداء، باش يكونوا لاباس بهم. وتربيهم على الثقه، لازم تدير ثقه فيهم وما يديروا الثقه فيك. انت بناتك عندهم شويه من شخصيتك؟ الحمد لله. هذه الشخصيه هذه نقدر نقول لك انا ما هي الا رساله الوالده رحمها الله مدتها لنا لينا، وحنا هذه الرساله رانا مديناها لولادنا، ولولادنا باذن الله يمدوها لولاد ولادهم، وهكذا. ثم الثقة والقناعة والإيمان، هادو هما لي باز اللي ولادك يكبروا بهم إن شاء الله. يعني من وحي كلامك احنا راح نمر الآن إلى الحكاية الثانية، هي للشابة لميا. لميا تاني تراهي أم عذراء، يعني أم لم تنجب أطفال، ولكن القدر كتب عليها الحياة، كتبت عليها أنها تربي 5 أولاد يعني دفعة واحدة، وفيها نوع من فيها جوانب ونقاط مشتركة من الكلام اللي راكي تقولي فيه. أدعوك وأدعو المشاهدين إلى متابعة قصة لميا. وجهتنا إلى أحد المنازل بعين البنيان لنستمع إلى حكاية لميا التي استقبلتنا مع أولادها الذين لم تلدهم. لميا شابة في 29 من العمر، رغم الهم والغم إلا أنها تصر على أن تحمد الله. مساء الخير. مساء النور. صباح. الحمد لله. الحمد لله، أكيد الحمد يا ربي، يعني ما لقى الهم والغم والمعيشة الميزيرية اللي عايشة فيها. الحمد لله وشميره حاج ربي. لميا أنت شكلك زعما لو كان تلاقيت بك أنا برا تبان إنسانة يعني جون فيم بل فام، ما يبانش كاع هذيك يعني عايشة في هاد البلاصة. واش نديرو، لازم نضحكو، لازم ما نبينوش، مي لداخل راك تشوف كيما راك تشوف فيها، الحمد لله. صح لميا، انت اكيد انه حياتك ماهيش حياة نورمال، انت احكي لي شوية كيفاش راكي عايشة. كنت نكذب عليك نقول لك انا عايشة، ماهيش عايشة كاع، عايشة لا ميزار والو، عايشين هكذا وخلاص. كرهتي الدنيا؟ لا ماشي غير كرهت، مات خويا وقلت له كان رحت انا في بلاصتو قاعد لولادو، راح بابا وتمنيت انا نروح في بلاصتو، باسكو ماشي معيشه، دير روحي خلي لي حاجه تقعد غير ليا. قالت لي ما قعدوا لي دار انا حاصله بهم وحدي، شكون بها؟ هكذاك ومعليش انا صابرين. عندك انت راجل ماكيش راجل ومرا، نهبط نقضي نطيب نخدم شغل نصلح حوايج ربي كلش برا ودار. توفي شقيق لميا مخلفا لها 3 أطفال بعد أن تخلت عنهم والدتهم. عامين وأنا في دونكوشي نغسل له كذا، راحت قالت لك بلي نهار يبغى نعاود نولي. عندي تصويرته حتى باراليزي. يعني أنت كنتي تنقي له؟ أنا كنت نكوشي نغسل له كلش. نروح حتى الجمعيات باش نجيب له هذوك اللي كوش كبار. والله ما حبت تولي. يحلل فيها يبكي في التليفون كان معقن شغل. لاتونسيون ضربته نص دروات. يحلل فيها ولي والو، كان عنده غير ادم هذاك الكبير. اوكي ولات دير سكاره عام. جبناها باسكو بلا جيستيس، راحنا للدار شراها وليك السيد هذا في باراليزا وكامل، كيفاش نديرو؟
ديمونديوها في دار الشرع قالوا لها بلي لازم تولي لوليدك بلوم يالمو وزيد ولادها سمحت فيهم ابوندوني كاع نهار 40 عدتها ما عجبتهاش كي مات. صح لم يبين بينك انا سقسيك علي هذه ام وانت كي مراه انت ديجا انت كي مربيه هاي مربيه يا بنتي قاعده 8 سنين يعني وحده ام شنو الحاجه اللي تخليها تسمح في ولادها جوستومون هذه الفولي ما لقيتوش قلت لها مريضه ندي نداويك ماشي مشكله ليا كيما نقولوا كيما درت لها ماشي هذيك هي راه خويا راه مبلاصيتو انا نجيب لها حوايج نشري لها نكسيها العيد انا ما نكسيش روحي نكسي لها ولادها ونكسيها هي بور فيك ما تبقاش تشوف لواحد اخر والله تجي مرت باباها غتحير تقول لي هكذاك واش ندير لازم الكبش والله غنلمهم كيما نقولوا من دوكا حتى العيد الكبير باش نشريو لهم ما يقعدوش يحزوا الغاشي لم لهم بالدورو بور فيك ما يقعدوش يحزوا الغاشي يلبسوا يجيبوا الكبش نورمال كيما هو كيما الناس. صحيح لم يأتي عاكي صغيرة يعني واحدة صغيرة تخدم شوية في لابنير تاعها والله ما حمرت في حياتي عندي دراري هادو كلش ويما صح كيفاش حتى درتي في بالك باش تقومي بهم وما ثلاثة على راسك وانت صغيرة ماشي ساهل واش ندير نرميهم يماهم أرميتهم تنازلت عليهم في داشرة هي عندي جوج مطحة سمحت فيهم قالت لهم ما نقدرش شغل المسؤولية تاع ولادي هادو ما سحقهمش قالت لها جوج دي هذاك صغير البرك قالت لها ما ندير به وين نديرو علاش باش تقعد هكذا فاي فيان ودوك ما رايش في الدار نروحوا ليها ما لقاوهاش عند هذا الجمعه والسبت باش تشوف ولادها نورمال مو تجي تشوفهم من 10 حتى ل 4 والله ما تجي ما تحوش قال لهم ملي سمحت فيهم الان ليس فضحا لحياه الناس ولكن لاحظنا ان جل الاطفال في هذا المنزل يأكلون من صحن واحد فقلة الحال وانعدام الدخل أكبر مشاكلهم وش ندير؟ صح زواولة ما عندناش مدخول أصلاً دوك لو كان ماشي الناس يعاونوا فينا ما كاش والله ما كاين أنا كاين واحد ملي كنت جبت فريال ملي كنت مخدم في الصالون هو يرافدني يومينا هذا دوكا يخدم على 4 كان يمد لي الوحدة دوكا يمد لي على 4 لي كوشيتو ولا على 4 قبل أن تكتب الأقدار على لاميا أن تصبح أماً عذراء سبق وأن عاشت نفس التجربة عندما كانت تعمل في صالون حلاقة لتجد نفسها مسؤولة عن رضيعة اسمها فريال تخلت عنها والدتها فريال ماشي باش حبيت أنا نجيبها شغل يماها جات قالت لي نقعد 3 ايام 4 ايام شديها عندك حتى ندبر وين بات كانت بات مسكينه في طوموبيل وطايبه مريضه فريمون صباحها هذا مغلقت لها لي طوموبيل ما باليش فيولي حتى داويتها من بعد كي وليت نحوس عليها انا ما بانتش كي حوست الحوايج هذوك اللي جابتهم لي لقيت كارنيت فاكسان وفوتوكوبي تاع لاكارت تاعها وليت نحوس عليها انايا رحت لافاك وكامل والو شغل وين تروح تبدل بلاصه ربيتها رحت لابوليس قلت لهم ديكلاريتها رحت لدار الشرع باش ندير لها شغل كفاله ما حبوش قالوا لي لازم يما تنازل كي جات يما ما حبتش كل خطا تقول لي اليوم مازالش دارت دوك انت علاقتك مع فريال بنتي لاميا انت عائلتك وجون في وماشي مزوجه وجبتي طفله اخر شتي وليتي تقولي لهم هذه بنتي بزاف الناس يشكوا يقولوا بالك جابتها بزاف منهم فاميليا توسوسوا منهم بزاف بصح بينت لهم حاجه اللي شغل بانت بلي ماشي بنتي وبكوارطا اون بلوس دو سا ماركي على اسم يماها وكامل كاني فاكسان ماركي على اسم يماها وفوتوكوبي تاع لاكارت يماها تما اللي فاقوا بلي ماشي بنتي تربية الأطفال ليس بالأمر الهين فلاميا تسهر على الاعتناء بهم وسط صراخهم الذي يصم الآذان صعيبة كيفاش تربيتها؟ صعيبة بالبزاف باش تقول تربية سهلة صعيبة أنا فريال ما يجيك براس حتى شي براس فريال برك هبلت معاه ونزيد هدور ثلاثة على الضربة عام كما نقول الأول 3 سنين ونص والطفلة عامين ونص والأخر عام ونص بيناتهم قاع عام واش تربي واش تخلي قاعد تربيهم ساكن زوجي تكوشة والطفلة وطفل صغار هذوك والكبير نورمال العلاقة بين لاميا والأطفال قوية جداً فهم ينادونها بماما أما هي فقد نذرت حياتها لهم
متخلية عن كل أحلام البنات. لميا كاين دونك عندو في العبارة كنت في اللاج ديالك كانت توصلت على اللاج ديالك باسكو عندك بنت لا فري صغيرة كيكوني برا وتشوفي الناس باغيكم في لابلاج ولا تشوفي البنات في العراس ما تبكيش على زهرك؟ والله ماشي غير نبكي، وكان جاو يصيلوا في بلاص مقدم هكذا من ذاك نشوف العباد نقول علاش مانيش كيما الناس، نشوف مرا بالجوف نقول علاش مانيش كيما هي، علاش ما نجيب في ولاد مني نتشاها هكذا ما نقدرش لا غالب نتشاها مي ما ندير والو واش ندير. تزوجتي؟ تزوجت تزوجت نورمال مول موت اخويا ما حبيت ندير لا عرس لا والو في العلاقات فتحت نورمال مع رجالنا وليد حومه بعد ما حبيتش ان شاء الله نربطو بوليا دوك انا ربطت روحي مع الدار ولاد خويا ويما نزيد نربط السيد معايا هو قال لي نطلق قلت له لا ماشي مشكل يعني خيرتي ميزيريا خيرت ولاد خويا ويما وميزيريا وما خيرتش باش نسمح فيهم ونخليهم وحدهم على بالي بلي ماشي قضايا مع علاش قاه تقدر على اربع دراري نخليهم لا يتهما في اربعه امبوسيبل ومريضه ديابيتيك لا طونسيون والقلب ما تمشيش ميم با من لهنا ما تشوف ما والو دوك هكا توقف قدامها مع الباب شكون. قبل أن نغادر منزل هذه الشابة التي تحملت ما يعجز عنه الرجال سألناها عن ردة فعلها إذا تخلى عنها الأطفال الذين نذرت حياتها من أجلهم. كيفاش كنت تشوفي روحك عليها والله غير عايش فيه طول حياته هكذا نقولها لي ما قلت لها كتبها لي ربي نعيش هكذا نعيش هكذا ما حاش تبدل عليا الدنيا زعما اللي طالعه تبدل عليا ولا لاني نديرها لوجه ربي هذا ما كان. ما كنتش خايفه كي يكبروا يدوروا عليك يعني بس باين ما انت عارف والله غير حبوا يدوروا غير يدوروا هكذا قلت لها لي ما قلت لها انا نكبرهم ندير اللي عليا حبوا يروحوا عندي ما بغا يروح ما يهمنيش المهم درت الواجب اللي عليا وزياده كبرهم قريهم كما نقولوا نرجعهم اللي ما امرا مرا وراجل راجل اللي يحب يخير طيب وغير يخيره. الغايه من نشر حكايه لاميا هي تثمين التضحيات التي تقوم بها بعض النساء التي كتبت عليهن الحياه لعب ادوار الرجال. حسيت تجربة وشوف إذا نصبر ولا ما صبرش وأنا والله غراني صبر الماكسيموم والحمد لله راح خويا عام زاد راح بابا واللي راح يخلي لي حاجة مع القافية والنورمة الحمد لله حاش ربي مرحبا بها تانا بديت قيس. قلت لك اللي كتبها لي يا ربي مرحبا بها هضرة الناس هي اللي تقيس صح. كيفاش لقيتيها لاميا؟ انا حابه نقولها الكلمه لاميا على بالك يا لاميا الام ماشي غير اللي ولدت ابدا الام هي اللي ربات هي الام وهادو صح ماشي ولادك ما جاوش من كرشك بصح انت يماهم وكما قلتي ما تخافيش يا لاميا يكبروا وعمرهم ولا ينسوا وكما قلتي هذا هو مكتوبك وربي قلتي ربي هو كتبه ما تعرفي يا ربي واش هو مخبي لك هذا واش نقول لك يا لميا هو حقك. مدام ليندا هي لميا ربما بعض الناس ماخذين عليها نظره خاطئه ولا نظره سلبيه اسكي حسيتي ربما من خلال كلامها انها يعني شغل راجل يعني تتحمل دور الراجل؟ ايه راهي هي عودت خلفت يعني تقوم بدور الاب ودور دور الوالد نتاعها لان راهي تقوم بالواجب نتاعها تجاه الوالده اولا وزيد راهي تلعب دور نتاع الام ونتاع الاب نتاع خاوتها وحتى يعني البنت اللي تربى اللي ربتها اللي ربي بعتها لها ليها خاصه يا لميا ربي هو بعتهم لك وانت على بالك باللي هذا مكتوب ربي وعلى بالك باللي ربي بعتهم لك وراكي راكي قايمه بالامانه ما تخافيش يا لاميا ربي معك والله العظيم ربي معك ونظره المجتمع ولا الناس
لما انت تكون صافي مع نفسك وإيمانك قوي عند ربي سبحانه. بس كل إنسان المؤمن قبل الناس ما يشوفش للناس، على باله باللي هو راه صادق مع ربي سبحانه، على باله باللي هو راه صافي مع ربي سبحانه. الناس مجميع أي واحد يدير لك حاجة ماشي مليحة ولا يتكلم عليك حاجة ماشي مليحة، يديروا في بالهم باللي هدوك سيئات راهم يدوهم لعمرهم، وأنا راني نربح حسنات. هما راهم يديروا في سيئات وأنا نربح حسنات. يعني لو كان برك يفيقوا مع عقلهم شوية يقولوا ما الناس هذوما ما يقولوش يديروا الشر ولا يخموا حاجات سلبية على الناس ولا يتهموا الناس. في الحكاية الأولى تاع أسامة قلت لي أنه ربما العمة عندها أسباب اللي خلاتها تخلي الطفل يخدم هذيك المهنة، ولكن يعني دركا أنا شفنا كيفاش أم يعني أمي لاميا أكوتي، يعني شفنا كيفاش أم سمحت في ولادها. يعني أسكو تشوفي بليك المجتمع الجزائري راهو يتدهور، يعني القيم تاع العائلة وقيم الإنسانية راهي في تدهور رهيب، والدليل هي الحكايات اللي رانا نبينوها. يا والله العظيم يا يوسف، يعني احنا لبنا بزاف يعني في المجتمع الجزائري، يعني كاين كثير النساء اللي المطلقات مثلا، حتى كاين بزاف اللي ضحاو بشبابهم، يعني ما عاودوش حياتهم، ضحاو على جال ولادهم وكبروهم رجعوهم رجال ونساء. يعني ربما تلقى مثلا يعني نقدر نقول لك 70% باش ما نقولوش بزاف، يعني راهي فيمينيست، 70% ما سمحوش في ولادهم، يعني ما عاودوش حياتهم، ضحات تقول لك خلاص انا عندي ولادي نضحي ما نعاودش نتزوج، نلتها غير بولادي، ضحات بشبابها لاجل ولادها والحمد لله كبرتهم ووصلت وين حبت توصلهم. وكاين كذلك رجال ما نكذبوش على روحنا اللي ضحاو كذلك نعرفهم، وكاين يعني زملاء اللي زوجة نتاعو راحت وخلت له الدراري سمحت فيهم، وهو كان الأب وهو كان الأم وكبرهم وما تزوجش، يعني كبرهم وما شاء الله، يعني الله يبارك. مدام ليدا كاين، اسمح لي نوصل لك هذه، لأني هذه المرأة هذه الأم هذه، علاش قلت لها لام يا اليمات يا لام يا ماشي غير اللي ولدت، اليمات اللي ربات القطة يتولد، اليمات اللي ربات، يعني هذه الأم هذه جو بونس كو نورمالمون جاب لي ربي عندها بروبليم سيكولوجيك، وربما هي ما عاشتش، ربما الحنان فاقد شيء لا يعطيه، ربما هي قالنا صفا علاش قلت لك انت تحصد واش زرعت. مي هادو ولادها هادو، يعني واش من وجه حتقابل به غدوه لما يكبر ولادها ولاد لميا لما يكبروا، نتوجه ليك يا سيدتي اللي ولدتيهم انت، يعني لما يكبروا ولاد لامية اللي ماشي كرشها جابتهم ولكن يا رباتهم، عندهم ورقة تقول باللي في المحكمة تنازلت عليهم بأي وجه الصغر وش يعني لا 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 الشباب اوني توت بال اوني جون، بصح ما حيش نقعدوا نكبروا نكبروا وكما تودين وتودان، ويجي وقت هكذا تولي تحوسي على ولادك، تروحي لهم تقولي لهم يا ولادي انا يماكم بأي حق، وش من وجه هذا يا راح يخليك تقابليهم كيكبروا. ان شاء الله برك تكون تسمع الحصه وتشوف ولادها الوضعيه اللي راهم فيها، على امل برك انها تعتبر من على امل انه ربي يعطي لها اشاره باش تعاود تراجع حسابتها، لانه الحيوان ما يسمحش في ولاده. فقط يا يوسف يعني عندي حاجه يعني ملاحظه نقولها لك. بيان سور. مثلا ذوك القانون اللي داروه يعني نتاع المطلقات اللي مثلا النفقه صندوق المطلقات. صندوق المطلقات. يا هل ترى على بالنا باللي هذه الزوجه ما يا ريت يعني ناس كيما لاميا مادام الحضانه التامه ولات ليها، يعني يا ريت لو كان بحالات مثل الحالات تاع لاميا هذه يشوفوا الاطفال هذوما يساعدوها يعطوا لهم حقهم يعني ولكن يعني مادام انا في عايشين في الجزائر معروف انه القانون لا ياخذ بعين الاعتبار ربما كاين كاين بزاف جمعيات ربما الجمعيات ولكن القانون ما يرحمش كما نقولوا على بالنا القانون ما يرحمش ولكن انتم اونك صحفيين اونك راكم تمروا حالات هكذا يا وما دابينا ان شاء الله فلا ان شاء الله ما ان شاء الله هذه القصص تخلي المسؤولين والمشرعين يعاودوا يرجعوا حساباتهم باش ياخذوا بعين الاعتبار. على بالك التلفزيون مهم جدا، يعني راه الناس كامل يشوفوا، ماذا بينا الناس يساعدوا لاميا
ويعطيك الصحه يا لمياء وما تعرفي. ان شاء الله مدام ليندا، يعني حلقتنا معك يعني خلصت بسرعه رهيبه جدا، يعني خلصت. احنا نشكرك بزاف، يعني حضورك فعلا حضور مشرف الى البرنامج، يعطيك الصحه. نخليك تتوجهي ربما بكلمه الى الناس اللي توحشوك واللي عندهم بزاف ما شافوك. نقول انا يعني نحيي كامل الناس اللي شفناهم، نحيي المرأة الجزائرية، نحيي الرجل الجزائري، نحيي الشعب الجزائري، ونقول لهم يا كفانا عنف، يعني لازم نربي ولادنا، لازم نوعي ولادنا، لازم نسمع ولادنا، لازم تكون كومينيكاسيون. مهم جدا اننا نحوس نقصروا شويه مع ولادنا باش نعرفوهم، باسكو قد ما تقول تعرف ولادك برا ما تعرفهمش. صحيح. فوالا. وهذا السيد انا اللي اثرت عليا بزاف، هذيك تاع السيد هذاك اللي قتل الطفل هذاك، يعني قاتل طفل قبل ما تدير حاجه تفكر باللي انت عندك ولاد، قبل ما تجي تدير حاجه تفكر باللي عندك ولاد، قبل ما تجي ما تتوجه مثلا بطريقه تاع عنف نحو المراه ولا نحو الرجل، تفكر باللي عندك زوجه، عندك ام، عندك اخت، او تفكري كذلك سيدتي ابنتي اختي، قبل ما تكوني قبيحه مع الشاب، ممكن هذا الشاب يكون خوك، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون جدك، ممكن يكون ابوك. اذا نحن امه مسلمه وامه جزائريه، يعني عندنا تقاليدنا وعندنا عاداتنا وما تربيناش عليهم، كفانا ان شاء الله، كفانا ورجوع الى الاصل فضيله ان شاء الله. شكرا لك طاطا ليندا مره اخرى على الحضور الى البرنامج، شكرا لكل الحالات التي تمر في البرنامج، والحالات عديده. نشكركم جزيلا على الثقه التي تولونها الينا، وتاكدوا اننا سنكون بحول الله عند ثقتكم. نوجه تحيه الى كل العائلات والافراد الذين يتابعون البرنامج ويتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتذكروا ان ارقامنا مفتوحه لكل من يريد البرنامج لكم. تقبلوا تحياتي والى الثلاثاء المقبل بحول الله.